هذا المثال اللي هو 9.6 موجود في كتاب لوغان برون اللي هو ديزاين للكومبنسيتر. عندنا البلانت 0.1 على اس في اس بلس 0.1 حطينا 0 اوفر فول قبلها. عندي هون راح اصمم كومبنسيتر، السبب انه هون في مطلوب شرطين، الشرطين انا عارف انه ما راح يتحققوا، انا ما راح اثبت انه ما راح يتحققوا الان، بس انا حاكين بنرسم الروت لوكس انه ما بقدر يمر في النقطه اللي بتتناسب مع الدولتين. راح نمشي الان بعدد من الخطوات، اول خطوه بدي احول هاي لايش؟ هذا اللي موجود هون بدي احوله ل جي اوف زد. خلينا نعمل اذا اول خطوه نحول هاي لجي اوف زد، بدي اعمل بارشل فراكشن اكسبانشن على الجزء هذا اللي موجود هون. انا عندي 0.1 على اس سكوير في اس بلس 1 يساوي A على AS سكوير زائد B على S زائد C على S بلس 0.1. بضرب الطرفين في S سكوير في S بلس 0.1 بصير عندي 0.1 يساوي، إذا ضربتها هاي بصير عندي هون S بلس 0.1 في A زائد بضرب في هاي بصير عندي S في S بلس 0.1 في B زائد هاي بتصير S سكوير في C. نحط S بتساوي ست، S بتساوي 0، شو بيختفي عندي؟ بيختفي عندي هذا الجزء وهذا الجزء بضل، هذا الجزء اللي هو من هون، فبيكون 0.1 A بتساوي 0.1، إذا A بتساوي 1. نعمل سيتنج ل S بتساوي ماينس 0.1، S بتساوي ماينس 0.1، راح يختفي عندي الجزء هذا، راح يختفي عندي الجزء هذا بضل عندي 0.1 سكوير، 0.1 بتساوي 0.1 سكوير في C. إذا واحد بتساوي 0.1 C، إذا C بتساوي 10، مضبوط؟ هلا في أكثر من طريقة يكمل، ممكن مثلا إني أشتق هاي المعادلة بالنسبة لـ S، لو اشتقيناها بالنسبة لـ S رح تعطيني 0 بتساوي، هذه هون عبارة عن A زائد 0 رح تختفي الجزء الثاني زائد، هاي S سكوير في B بتصير 2 SB، وبعدين عندي 0.1 B بعدين اخر شيء راح تكون بلس 2SC. هلا لو جيت عوضت S بتساوي 0 ست، هلا طبعا انتم متذكرين انه هاي ايدنتيتي وهاي ايدنتيتي وهاي ايدنتيتي لانها صحيحه لكل القيم تبعت S. لو عملنا ست S بتساوي 0 راح نكتب عندي الجزء هذا والجزء هذا، شو راح يضل عندي العلاقه بين A وB اللي هي 0 بتساوي A بلس 0.1B. اذا 0.1 b بيساوي ماينس a، لكن a شو بتساوي احنا قلنا؟ 1. اذا 0.1 b بيساوي ناقص 1، اذا b شو بيساوي؟ ناقص 10، مضبوط؟ هي صارت عندي a وb وc، فصارت عندي الان الفانكشن البارشل فراكشن اكسبانشن هون صار بيساوي 0.1 على s سكوير في s بلس 0.1 بيساوي 1 على s سكوير زائد ناقص لانه b ماينس 1 ماينس 10 على S زائد 10 على S بلس 0.1. إذا الآن بقدر شو أعمل؟ أدمج هدول. السؤال معطيني إنه T بتساوي 1 سكند، غلط في المثال اللي بكتاب غلط، هي 1 سكند مش 0.1 بس. إذا بتصير عندي T بعوضها 1 بصير عندي الآن G أوف Z بتساوي أو خلينا نحطها أول شيء Z أوف H G أوف S بتساوي 1 ماينس اي تو ذا ماينس اس، لانه كي راح اعوضها 1 وجوا عندي 1 على اس سكوير زائد ناقص 10 على اس زائد 10 على اس بلس 0.1. هلا بدي اعمل احول للزد دومين، فراح يصير عندي هون جي، خلينا نسمي هذه خلينا نسميها جي اوف زد. اذا جي اوف زد هون بتساوي 1 ماينس اي تو ذا اس بتصير 1 ماينس زد تو ذا ماينس 1 زي ما كنا نعمل. 1 على اس سكوير الانفرس ترانسفورم تبعها تي زد زد ماينس 1 تربيع، بس تي عندي 1 شو راح اعوض محلها اذا؟ 1 على اس سكوير راح تصير زد على زد ماينس 1 تربيع. ناقص 10، 1 على اس شو بتصير؟ زد على زد ماينس 1. واخر شيء عندي زائد، هاي بتصير 10 زد على زد ماينس اي تو ذا ماينس 0.1. هلا بدي اخذ الواحد ماينس زد وادخلها جوا، واحد في زد بتعطيني زد، وزد ماينس 1 في زد ماينس 1 بتعطيني واحد، فبصير عندي هلا هذا هون هذا الجزء الاول بصير Z
زد ماينس واحد على زد ماينس واحد تربيع. بعدين ناقص عندي في 10 اصلا مضروبه فيهم، وجوا عندي زد نفس الشيء بتصير هذه هون زد ماينس 1 على زد ماينس 1، واخر شيء عندي هون زائد 10 نفس الشيء زد، هذا بتصير زد ماينس 1 على زد ماينس اي تو ذا ماينس بوينت. هلا بدنا نحاول نبسط هدول، زد ماينس 1 على زد ماينس 1 تربيع، وهذا هو بتصير هذا عندي 1، هدول عندي زد ماينس 1 على زد ماينس 1 ضل عندي 10. فبدي اخذ الان شيء مشترك هون تحت اللي هو راح يصير زد ماينس 1 زد ماينس زد ماينس ماينس بوينت. هلا فوق شو راح يصير عندي؟ محل واحد راح يصير زد ماينس ماينس بوينت. بعدين عندي 10 راح تنضرب في كل هذا مضبوط، فبصير عندي هلا ناقص 10 في زد. خلينا نحاول نبسطها شوي، بتصير هذه زد سكوير، بعدين عندي ماينس زد، هذا الرقم بقدر اعوضه في 0.9048، تاكد حد منها من الاله الحاسبه. وهذا كمان فبصير الان هلا الطرفين هذول بدي اضربهم في 10، بصير عندي زد ماينس 1.9048 زد زائد 0.9048، مضبوط هذول كلهم مضروبين ب 10، واخر شيء عندي 10 زائد 10 في زد ماينس 1 زد ماينس ماينس 1 ماينس 1 زد ماينس اي تو ذا ماينس 0.1، مش هيك؟ 0.9048 مضبوط؟ هاي اسمها هاي بعرفها زد ماينس 1 سكوير. مضبوط هيك، خلينا نبسطها لتحت. هلا بدي افك هذا من هون وابسط هدول هون، كمل تحت هون، بصير عندي هلا زد ماينس 0.9048، هلا بدي اضرب 10 في زد سكوير ناقص 10 زد سكوير، بعدين عندي ماينس في ماينس بتصير بلس 19.048 زد، وبعدين عندي 10 ماينس 9.048، بعدين عندي اخر شيء هاي رح تصير 10 زد سكوير، لاحظوا 10 زد سكوير تشبك ولا شيء تقدر تسويه، بعدين عندي ماينس 2 زد في 10 بصير ماينس 20 زد، وبعدين عندي بلس 1 في 10 زائد 10 كلهم هذول مقسومين على هذا البولينوم اللي هون اللي هو زد سكوير ماينس 1.9048 زد بلس 0.9048. طيب خلينا نطلع، هذا بدنا نطلع وين نحط النتيجه، خلينا نحط النتيجه النهائيه، نحاول نحطها هون اللي بيطلع معي. هلا ما ضلش عندي زد سكوير، رح يضل عندي زد، هلا زد هون رح اخذ، خليني انقل الارقام اللي انا معي اياها زين. الرقم النهائي اللي يطلع معي هون هو 0.048، انا بسطها شوي بطلع هذا برا 0.048 مضروب زد زائد 1.9 على القيمة اللي تحت الموجودة اللي هي زد ماينس 1.9048 زد بلس 0.9048، هذه هي جي اوف زد النهائية اللي بتمثل البلانت مع الزيرو اوربيتال. ايش فيها؟ فيها زيرو، قديش قيمة الزيرو؟ ماينس 0.983 وهدول ريل، لأنه هدول أصلهم شو كانوا؟ هم هذول الاثنين مضروبين في بعض، فالبولز لها بول ات بلس 1 وبول ات بلس 0.948، فلو رسمنا بشكل تقريبي راح يكون الروت لوكس عندي هون هي 1 تقريبا، ففي اللي راح يكون 1 من هون 1 على 0.9، قريبين جدا الاثنين من بعض البولز، والزيرو الجهه الثانيه هون تقريبا 0.9
0.987. هذول بلس 1 بلس 0.990848. والشكل اللي راح يصير راح نكتبه، لاحظوا هاي قريبة جدا لليونت سيركل. راح يطلع هذول يطلع بسرعة من هذا، وبعدين راح يطلع هذول الاثنين هين، راح يطلع من النقطة هاي، بعدين راح واحد راح يروح الزيرو، واحد راح يروح على العكس. نعم.